بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد. وفي درس النهاردة هنتكلم عن المقصود بالحدود السياسية. الحدود السياسية هي الحدود الفاصلة بين أراضي دولة ودولة أخرى وسيادة كل دولة على أراضيها. يبقى الحدود السياسية هي الحدود اللي بتفصل ما بين الدولة والدولة الأخرى وسيادة كل دولة على أرضها. الحدود الافتراضية هي التي توجد على الخرائط وليس لها وجود في الطبيعة، مثل القارة القطبية التي تم تقسيمها إلى قطاعات مثلثية تتجمع عند نقطة القطب. يبقى الحدود الافتراضية بتبقى موجودة على الخرائط وملهاش وجود في الطبيعة، زي القارة القطبية اللي تم تقسيمها لقطاعات مثلثية بتتجمع عند نقطة القطب. الحدود الواقعية هي الموجودة في الطبيعة ويقرها القانون الدولي وتعترف بها الدول، مثل حدود فرنسا. يبقى الحدود الواقعية هي الحدود اللي بتبقى موجودة في الطبيعة، اللي هي الحدود الطبيعية، بيقرها القانون الدولي وبتعترف بيها الدول، زي الجبال اللي بتفصل ما بين الدول ودول، والأنهار، النهر بيفصل ما بين دولة ودولة. الدول الحبيسة هي دول ليس لها منفذ بحري على البحار الخارجية. يبقى الدول الحبيسة هي دول ملهاش منفذ بحري، ما بتطلش على بحار أو محيطات، زي أوغندا ورواندا وبوروندي. عددها 29 دولة، منهم 14 دولة في أفريقيا. الجذرية هي دول تحيط بها المياه من كل جهة، زي استراليا ومدغشقر واليابان والبحرين. التخوم هي مناطق انتقالية بين دولتين، يبقى هي منطقة بتبقى انتقالية بين دولتين متجاورتين، وبتمثل أقاليم ذات أبعاد ومساحات معينة. وبكده نبقى